شادية، خلينا نروح دلوقتي ونتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. كمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، كمان نهائي كأس الرابطة الإنجليزية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إطلاق الحفل الختامي لمسابقة تصميم الإسكان الأخضر في أحد فنادق القاهرة، واللي تم إطلاقها بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتحت رعاية مؤسسة التمويل الدولية IFC. الحفل الختامي هيشهد الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وبيحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200,000 جنيه، وصاحب المركز الثاني جائزة نقدية بقيمة 100,000 جنيه، وبيحصل صاحب المركز الثالث على جائزة نقدية بقيمة 50,000 جنيه. أصحاب المراكز من الرابع للسادس بيحصلوا على جوائز نقدية تشجيعية بقيمة 25,000 جنيه، وبيقوم ممثل لجنة التحكيم بعرض القواعد اللي اعتمدت عليها لجنة التحكيم في قرارها. النهاردة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة هيبدأ في تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع بيت الوطن والأكثر تميزاً بمنطقة شمال الرحاب والحي الثاني والحي الثالث والحي الرابع بمدينة القاهرة الجديدة وفقاً للمواعيد المقررة. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراتين مهمين للفرق المصرية المشاركة في كأس بطولة الكونفدرالية الإفريقية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات. هيلتقي فيوتشر مع سوبر سبورت الجنوب إفريقي في تمام الساعة 3 عصراً. في 6 مساءً هيلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية اللي هتجمع ما بين ليفربول مع تشيلسي في تمام الساعة 5 مساءً.